ما الذي حدث لك؟ تغيرت كثيرا يا خالد. خالد، أنا أكلمك، لماذا لا ترد؟ نعم، ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ أريدك أنت يا بني، أريد خالد الذي أعرفه، أريد خالد الذي لم يكن يفارق أباه، أريد خالد الذي كان يحبه إخوانه ويحبونه. هذا حب لا ينفع ولا يضر. ماذا؟ حبك لأبيك وإخوته لا ينفع ولا يضر يا خالد؟ أجبني وترك هذه السماعة من أذني. نزعته. نعم، ماذا تريد؟ أريد أن أعرف ما الذي تعنيه بقولك بأن حب الأب والإخوة لا ينفع. الحب للإخوة الحقيقيين الذين يوصلونك للجنة. وهل حبنا يوصلك للنار يا بني؟ أوه. اترك هذه السماعة من أذنيك وقل لي ما الذي تستمع إليه؟ ما الذي يشغلك عني وأنا أتحدث معك؟ أستمع إلى كلام خير من كلامك. خير من كلامي؟ وما هو هذا كلام؟ كلام الصدق والنجاة والحق. حق؟ وأي حق هذا؟ أي حق هذا الذي يجعلك لا ترد على أبيك وهو يتحدث معك؟ ما هو هذا الحق؟ حق كلام فيه صدق. صدق يجعلك تنشغل عن أبيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدها سنناقش الحق الذي تتحدث عنه. اذهب انت وانا ساصلي هنا في البيت. ولماذا لا تصلي مع الجماعه؟ جماعه؟ وهل تسمي هذه جماعه؟ ماذا تقصد؟ لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء. بل تقصد ولا بد ان تقول لي الان ما الذي تعنيه. أقصد أن هذه جماعة ضالة، جماعة منحرفة، كلهم بعيدون عن الحق، وعلى رأسهم إمام المسجد، يرتعون في المعاصي ويدعون أنهم جماعة مسلمة. والمعاصي تخرجهم من الإسلام يا جاهل. لست جاهلا. بل جاهل. لست جاهلا. بل جاهل. بل أنا على الحق وكلهم على الباطل. لست جاهلا. حسنا يا خالد، الآن سأذهب إلى الصلاة وبعدها سنكمل حوارنا يا صاحب الحق. هذا إذا التقينا. ما الذي يبنيه هنا؟ هذا ليس مكاني.
لماذا لا أرحل من هنا؟ كل الذين حولي مرتدون، فلماذا أبقى بينهم؟ ولكن أمي، أبي، إخوتي، كيف أستطيع أن أبتعد عنهم؟ لا يا خالد، لا يا خالد، هؤلاء ليسوا أهلك، إنهم مرتدون يعصون الله. لا تضعف يا خالد. نعم، يجب أن لا أضعف، يجب أن ألبي النداء وأقاتل كل من يقف في طريقي. أهلي، بيتي، ذكرياتي، طفولتي، طهارتي، كيف أستطيع أن أتركها؟ كيف أستطيع أن أفارقها؟ لا 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 يا خالد، لا يا خالد، مكانك ليس هنا. لقد اختارك المجاهدون كواحد منهم، ولا بد أن تلبي نداء القائد، لا بد أن تلبي نداء، لا بد أن تلبي نداء. لا أهل ولا إخوة ولا أصدقاء ولا أحبة. تلبية النداء وقتل المرتدين هدفك يا خالد، هو هدفك يا خالد، هو هدفك يا خالد. نعم، فليموتوا جميعا، لن أسف على أحد منهم أبدا أبدا أبدا. ماذا تريد؟ تعال
ما رأيك أن توافقني وتهاجر معي إلى أرض الجهاد؟ فتوحات، نصر، عز، الجنة يا علي، الجنة يا علي، الحور العين، حور العين يا علي. وأنا ابتعد عن ديار الكفار. ماذا تقول يا خالد؟ ماذا تقول يا خالد؟ ضحكوا عليك يا خالد، غرروا بك يا خالد، بعت دينك، بعت وطنك، بعت نفسك، وصدقت أهل الضلال والإجرام. حتى دماء أبي وأخي لم تؤثر فيك. أنت مجنون، أنت قاتل، أنت عاق، أنت من قتل أبي وأخي، أنت من قتل أبي وأخي. أنت كافر، أنت مرتد. أنا أخوك يا خالد، ويجب أن تموت. أنا أخوك يا خالد، يجب أن تموت. هل جننت يا خالد؟ أنا أخوك يا خالد. ماذا سفعل؟ تذكر قول الله يا خالد، تذكر قول الله يا خالد. لا 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 لا، أرجوك لا تقتلني يا خالد. كافر، مرتد، زنديق. أنا أخوك يا خالد، وجب قتلك. أنا أخوك يا خالد. لا يا خالد،
يا رجال يا الأبطال، أنا فخور بكم، لقد حققتم نصرا عظيما بالتفجيرات التي تم تنفيذها، ولا زال لدينا الكثير من الأحياء والمساجد التي سنفجرها. يا رجال سنؤسس دولة كبرى، سنقتل ونرهب ونفجر من أجل الوصول إلى أهدافنا، لن نرحم أحد، سنقتل الصغار والكبار، النساء والأطفال، لن نترك أحد، لن يفلت من فضلنا أحد. كل هذه المجتمعات فاسقة عاصرة مرتدة، سندمرها جميعا، سنبيد عن بكرة بها. أفعلتم لا وعبده الوثيق يا رجال.
والذين خلفهم من قاتل البشر.